Centre Mohamed Hassan Ouazali pour la démocratie et le développement humain. سي محمد الزهراوي الذي جاني من مدينة الجديدة وأشكره دائما على قبول جميع المبادرات سواء هنا وفي مدينة أخرى وأعطيه الكلمة فليتفضل مشكورا. في البداية أولا أتوجه بالتحية إلى حضور الكريم وأطلع في البداية يعني كذلك أوجه الشكر والمساخرة على إدارة هذا اللقاء وأهنئ الأستاذ شقير على هذا الكتاب وعلى هذا المنتوج العلمي والأكاديمي. لا يفوتني أن أوجه التحية إلى صديقي وزميلي الأستاذ مختار رشيد، يعني فخور بتواجدي معكم اليوم زملاء الكرام. سعيد بهذا الحضور الكريم. في الحقيقة يعني المرة الثانية التي أحضر في هذا المركز، وبهذه المناسبة أوجه التحية إلى القائمين على هذا المركز على الاستمرار وعلى طريقة الشغل التي أبغى أتوصل دائما بالإيميلات المتعلقة بكل أنشطة، وهذا المركز يعني يشتغل بطريقة فيها نوع الاستمرارية وهو ما نفتقده في المغرب على مستوى مختلف المراكز الموجودة. في الحقيقة يعني بالنسبة للكتاب يعني يمكن هناك ضعف في الوقت، سأحاول يعني قدر الإمكان أن ألتزم بالعشرين دقيقة اللي ربما سأطرح لكم مقاربة مغيرة مثلا للطريقة التي تناول بها الزملاء الموضوع. سأحاول يعني على الأقل أسافر يعني داخل متن هذا على مستوى المتن الكتاب لأطرح بعض الأفكار اللي ربما أفتح شهيتكم لقراءة هذا الكتاب، وفي نفس الوقت سأحاول أن أطرح أسئلة أتفاعل، بمعنى أنه الكتاب مهم، الزملاء يعني كان هناك إجماع على أهمية الكتاب، ودائما تعودنا من طرف الأستاذ شقيق على أنه دائما عودنا على اقتحام بعض المجالات التي التي في المغرب للأسف يعني البعض أو هناك يعني مختلف الباحثين بعض الباحثين يتفادون قدر الامكان يعني الغوص في هكذا مواضيع. يعني انا يعني عرفت الاستاذ شقير يعني من خلال كتابي الاول القرار السياسي المغربي، ولا زلنا اليوم يعني ربما بعد مضي عقدين او ثلاث عقود من الزمن او اكثر لا زالت هذه الاشكاليه تتعقب بروحها، وبالتالي عندما تحدث عن مستشار الملك يعني هذا الاشكال يعني وجدت صعوبه. وانا قرات الكتاب وقبل قراءه الكتاب من خلال العنوان كنت اجد صعوبه، يعني كنت اطرح سؤال كيف تناول الباحث هذه الاشكاليه على اعتبار انها تندرج في القطاع اللي طرد، وكذلك نظر للصعوبه لانه ما هي الوثائق التي سيعتمد عليها الكاتب، لانه كما اشار الاستاذ الراقي بانه في الوهله الاولى ليس هناك يعني غير مقاربه تاريخيه صناعه تاريخ ومحاوله جمع الوثائق وتركيبها وتحليلها. إذا مجهود كبير قام به الأستاذ شقير لأنه النقاش حول مستشار الملك هو نقاش موضوع يعتبر بالنسبة لنا كباحثين في العلوم السياسية أنه بين مواضيع علم السياسة، لأنه أهم موضوع في علم السياسة هو موضوع السلطة، وبالتالي دائرة السلطة مستشاري الملك ضمن مجال السلطة، وكما تعلمون مجال السلطة هو مجال معقد يصعب يعني تناوله بالشكل الذي ربما نتناول بها مواضيع اخرى. مواضيع السلطه مواضيع معقده وصعبه جدا. فيما يتعلق بالكتاب الاستاذ شقير طرح او تناول من خلال العنوان عندما نقع العنوان مستشار الملك من ظل الحكم الى ظل الحكم، اذا لدينا مصطلح الملك مستشار يعني الاستاذ شقير انه في البدايه طريقه اختيار اخراج الكتاب مستشار الملك وعنوان فرعي من ظل الحكم،
بمعنى انه لدينا مؤسسه بريكيه ضمن هذه المؤسسه، هي مؤسسه محوريه ضمن هذه المؤسسه، كاين هناك مستشار ونتحدث عن الحكم والحكومه. بمعنى انه في المغرب هذا الثالوث، يعني عندما نتحدث عن المؤسسه الملكيه والحكم والحكومه هناك اشكال حقيقي في المغرب. يعني نتحدث عن اعود الاشكاليه التي انطلق منها الاستاذ شقير، خصنا نعرف القرار، من يصنع القرار في المغرب؟ اذا هناك اجماع انه هناك دور قوي للمؤسسه الملكيه في صناعه القرار السياسي وخاصه القرار الاستراتيجي. يعني مساله كان هناك نقاش في جميع المطروحات في كليه الحقوق في المغرب، تناولت موضوع الدور المحوري والمركزي للمؤسسه الملكيه، ولكن كان هناك يعني تمثل من خلال فصل 19 وفصول اخرى، لكن من خلال دستور 2011 استطاع المستشار الملكي على اعتبار ان كان لهم دور كبير في اثار الوثيقه انهم دسروا النقاش الذي كان وان كان اكاديميا اصبح المؤسسه الملكيه يعني دور يعني تم تكريس دسرت هذا الادوار. يعني اصبحنا نتحدث عن مجلس وزاري وتم تحديد الادوار الاستراتيجيه والتوجهات الحيويه للمملكه. يعني انه كان في السابق كان تحليل، كان هناك تحليل لهذه الادوار، كنا نستنتج هذه المسائل، لكن من خلال دسرت الدستور 2011 دسرت هذه الادوار بشكل او اخر الكتاب. وانا يعني لا امانه يعني اود ان افتح قوس لو سمحتم لي، لانه كنت البارح على وجه يعني صدفه عبر مكالمه هاتفيه مع بعض الاساتذه المعروفين الاستاذ مجدال وهو مستفيد مشارك في هذه الدكتوراه، واخبرته بهذه المناقشه وفتحنا حوار نقاش. طرح سؤال وقلت له ساقوله بامانه في النقاش، وقال لي هل لدينا مستشارين؟ بمعنى انه هل هم مستشارين ام مكلفين؟ اشكال قانوني، وهل المستشار يعني بغض النظر عن مضمون الاستشاره في القانون الدستوري كمصطلح في حال استثناء، مضمون الاستشاره الملك يستشير على حال استثناء، عندما يعلن عن الملك حال استثناء فانه يستشير رئيسي مجلس النواب ورئيس المحكمه الدستوريه، لانه ولكن مضمون الاستشاره غير ملزم الملك في هذه الحاله، لان الدستور لم يقل موافقه رئيسي المجلس. اذا هنا هل المستشار بما انه راي، هل الملك يطلب راي المستشارين؟ هذا اشكالات لا نعرف الجواب، لانه السؤال الذي طرحه الاستاذ مجدد يعني اتفق معه وربما يتقاطع مع ما قاله الاستاذ مقتدر، لانه قالها الاستاذ مجدد لانه عندما نتحدث عن المستشار يعني هل وظيفه المستشار مغطره وفق قواعد معينه؟ وهل نفس الدور الذي يقوم المستشار في المغرب في امريكا مثلا؟ لانه يعني هذا نقاش يعني نحتاج الى يعني كلا الطرف في التقديم، لانه هذا الموضوع يرتبط كما يسمى دابل كيستون وعالم السياسه الامريكي يعتبر منطقه صناعه القرار يعتبرها عودة سوداء. نناقش اليوم الاستاذ شقير ادخلنا طريقه يعني عفويه الى المنطقه السوداء، العودة السوداء لا نعلم ماذا يقع داخلها العودة السوداء. هناك تفاعلات، هناك يعني تفاعل بين انساق، بين لا نعرف كيف يصنع القرار، حتى في امريكا حتى صناعه القرار مساله معقده جدا، لانه اليوم نحن نناقش من داخل العلبه السوداء انا بعتقد استاذ شقير. نناقش ما يقع ربما داخل العلبه السوداء. الكاتب عالج الموضوع بين خمسه مستويات كما اشار الاساتذه في السابق، يعني المستشار كامتداد للذات الملكيه هنا، يعني امتداد الذات الملكيه. هذا تطرق الاستاذ شقير الى مساله مهمه جدا، مساله انه انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسه الملكيه، مكانه المؤسسه الملكيه يستمد منها المستشار هذه المكانه، بمعنى مكانه المستشار مستمد من مكانه المؤسسه الملك. اذا القرب، وتكررت هذه المساله ولكن اعتبر ان هذا جوهر الاشكال هو القرب من الملك. بعض الاحيان الحسن الثاني كان يعني يقول انه يمكن حسب الفصل الدستور 96 الفصل 24 يمكن ان يعين سائقه وزيرا اول، لم يكن هذا العهد السوري، لانه القرب للملك لا مساله لا تتعلق بالمستشارين فقط. هناك اشخاص نحبهم كنعرفوهمش ولكن يستمدون قوتهم من القرب من المؤسسه. اذا اشكاليه القرب من منطقه القرار، من مراكز النفوذ، مركز السلطه، هو يطرح لا اقول اشكاليات ولكنه لديه تداعيات، لديه ربما يؤثر بشكل او اخر على الحقد السياسي، على الحقد الاقتصادي. هناك رجال اعمال ربما اقوى من مستشارين ربما لديهم، اذا
إشكالات كثيرة ربما قد أتي على ذكر العنصورة. مسألة أساسية تتطرق إليها الباحث شاكر هي مسألة شخصنة السلطة. وهنا دائما نعود إلى ماكس فيبر وطبي ديسلو. إذن هذه شخصنة السلطة البغري هل الدول التي ربما لديها بمفهوم مخالفة ليس هناك شخصنة السلطة، هل دور المستشار قريب من الحاكم ضعيف؟ العكس، إذن كنا نعتقد بهذا الربط بين شخص السلطة أن المستشار يستمد قوته، كلما كانت هناك شخص السلطة في أمريكا كنا نرى الدولة التي كان يقوم به سهر ترامب، يعني الدولة الديمقراطية، لكن كان مستشار أو كبير مستشارين كوشنر يقوم بدور يعني حتى في دولة ديمقراطية لديها مؤسسات وقضاء وكوشنر. إذن القرب، إذا قلت الإشكالية الحقيقية هي القرب من السلطة، ليس المسألة مرتبطة بالديمقراطية أو هذا نقاش، ربما هل الديمقراطية تحب من مجال تدخل الفاعلين الآخرين بشكل أو آخر، كما تكلموا حتى عن الموبيات، الموبيات تؤثر كذلك أكبر وكثير من المستشارين الموبيات، يعني هذا نقاش. يعني فيما يتعلق بالإشكال القرب من الملك، هنا يشير الباحث شاكر إلى مسألة أن صعوبة أن يحضر الملك في جميع الأنشطة والاحتفالات والتدشينات، بأن مفهوم أنا أشكره على هذا المفهوم، يعني مفهوم ذات الملكية. وهنا عدت يعني ربما لا أعرف، لم أناقش الاستشاقين حول اختيار الذات الملكية لأنه يتماهى أو هو مستوحى من الذات الإلهية. النقاش الذي سرد في أوروبا في القرى الوسطى كان هناك يعني نظريات تيوقراطية متعلقة بالسلطة، الحاكم إبراهيم كان يعتبر إله في العصور القديمة. انتقلنا إلى التأليه الحاكم، هذه نظريات ندرسها في العلم السياسة تتعلق بالدولة. إذا كانت الذات الإلهية، كان الحاكم يجسد الذات الإلهية. وهنا يعني بنوع من الاستفزاز أستاذ شاكر، يعني عندما أقرأ هذه الفكرة أو هذا المفهوم وجدت نفسي أعود إلى كتابات الأستاذ المستشار الملك معتصم، لأن معتصم في أطروحاته التقليدية تحدث عن الله الرسول الأصمات. إذا الملك هناك واحد يعني واحد تراتبية، كان نظام تقليدي مغربي الذي يعيد إنتاج بعض المفاهيم التقليدية يستعملها في الحق السياسي، وهذا ربما يعني إلى حد ما توفق. يعني أشكر استشاقي على الإشارة إلى الذات الملكية لأنها متعلقة بخلفيات تقليدية. الأطروحة إلى هنا يمكن أن نفتح النقاش على الأطروحة التقليدية لأنها حاضرة في علاقة الملك بمستشاريه، لأنه فيما يتعلق بكذلك فكرة أخرى تحتاج إلى النقاش، هناك حضور الملك من خلال رمز الملك من خلال اعتماد طقوس من طرف مستشاري، عندما تلاحظون بعض الأحيان وسائل الإعلام الرسمية أن الحضور تمثيل المستشاري الملك لكيف يبدأون كلمة الملك وكيف تنتهي، وكذلك داخل الوسط أن الملك لا يتكلم إلا من خلال وسيط. هذه إشكالية حقيقة ما زالت اليوم، لكن وهي تمتد لقرون، الملك يتكلم أو لا يتحدث إلا عبر وسيط. هذه إشكالية أثرها الأستاذ شاكر لأنه كتلاحظوا بعض الأحيان بعض الأنشطة عندما يخرج الملك من باحة القصر ولا عندما يستقبل العمال والكبار المسؤولين الحكومة، تلاحظون الأعوان أو الموجودون في القصر كاد أن يكون قالكم سيدي، يعني أتاها يعني فكرة مهمة أشار إليها أنه الملك دائما يتحدث عبر وسطاء. فيما يتعلق بالنقاش مهم جدا، يعني أستاذ شاكر وأنا أقرأ كتاب حول المستشارين وجدته يعني يعرج فجأة إلى المناطق الرسمية، وهنا يعني ربما كان مطروح تناول هذه الإشكالية تفرض أن الباحث أن يتناول ولو بطريقة سريعة مؤسسة أو أن يشير إلى ناطق رسمي. هنا أتخاصم مع السي مقتدر فكرة بأنه مثلا كان ممكن كذلك تناول التلفون المهم، راه عندما نناقش المستشارين بعض الأحيان نقول أنه غياب نظام قانوني، غير هناك نظام قانوني ولكن غياب الإطار الدستوري، نظام قانوني قد أتفهم أن الإطار الدستوري غير موجود، أن الملك لديه مساعدين، لكن الإطار القانوني أعتقد أنه موجود، لأن هؤلاء المستشارين أو المكلفون هم أجورهم من الملعب، هناك ميزانية طلبات وهذه القوائم، لأنه كنتكلموا على مكلف من الدرجة الأولى، الدرجة الثانية،
كاين وثائق ان الخازي العام يؤدي اجور هؤلاء. اذا هناك ضرائب يوقعها الملك فيها مستشار فيها مكلف، بمعنى ان هؤلاء تذهب للضرائب الى الخزينه، بمعنى انه هناك نظام قانوني لكن في جانب تقني متعلق بصرف الاجور بالأمور. اذا هناك نظام قانوني لكنه ربما حبيس من جانب تقني من جانب مالي. فيما يتعلق كذلك تطرق الى مساله الدوره ديالهم والمستشار في نقل التعازي والقيام بادوار اخرى. فيما يتعلق بتراقص النجال والجمعيات الملكيه، اذا هناك ادوار، لكن ما اتاني في خلال الاشاره الى تراقص الجمعيات عرج باحث على ما يسمى الرابي العربي، نسميه يعني هذا مصطلح الرابي العربي وهو مصطلح صحفي، وهو بين قوسين هو احداث حراك عشت الوطن العربيه اواخر 2010، لانه قد لا يبدو اليوم انه رابعا بعد مرور عقد من الزمن، اكثر من عقد من الزمن، لكن ما اثرني هو انه اشاره الى تراقص تعيين الملك لبعض الاشخاص الذين يتراسون بعض الجمعيات التي تشتغل في المجال الاجتماعي. وهنا فكره مهمه، مثلا عندما تحدث على مؤسسه محمد الخامس التضامن الادوار التي تقوم بها، واشار الباحث الى هذه المساله التسويق. تسويق صورة الدولة التي يقوم به المستشار من خلال تسويق صورة الملك بطريقة ربما تخدم المؤسسة الملكية، وفي إطار تلميع الصورة، في إطار الحرص على الحفاظ على هذه الصورة. هنا يمكن أن نشير إلى ما أشار إليه البردوزي في كتابه المشروع للسياسة المؤسسة الملكية. تحدث البردوزي رحمة الله عليه، الأستاذ البردوزي، على في كتابه على 10 أنماط من المشروعيات في ربما في عهد محمد السادس. وهنا ما يهمني في هذا النقاش هي المشروعيه التي اشتغل عليها الملك، هي مشروعيه بنمويه. سماها الاستاذ البردوزي مشروعيه بنمويه، وهنا يمكن ان نستحضر الادوار، لان هذه المشروعيه البنمويه افضت الى تعيين مستشار ملكي خاص بالملفات الاجتماعيه، ان الجولات التي كان يقوم بها الملك للتسجيل ولإعطاء انطلاقا لبعض المشاريع الكبرى، كانت المرحومه زميخه الناصري هي مكلفه بهذا الملف، وفي الاخير سوف اتي الى انه المآل عند وفاته غدا. احنا كنعرف لا نعرف من هو المكلف اليوم في الديوان الملكي بالملف الاجتماعي، سؤال يعني ماشي بالضروره يدار بلاغه يعني، ولكن كان طبيعي ان كنا نفهم التعيينات والملفات وانطلاقها من الادوار التي يقوم بها المستشار. اذا تجميع استنتاج بعض الافكار انطلاقا من الادوار التي يقوم بها، عندما يعني بعد وفاه زميخة الناصري ربما لم يعني لا نعلم من هو من يتولى الملف الاجتماعي داخل الديوان الملكي. هذا سؤال. في المستوى الثاني، المستشار كتسييد للسلطه الملكيه، الاشتغال بالقرب الملك كما قلنا، الاشكاليه دائما كانت حاضره. هناك اختلاف، تحدث الباحث عن التكوين مسار التكوين المستشارين. كنت يعني في النقاش، نحتاج الى النقاش في النقاشات في الصالونات او في بين الباحثين، هناك نقاش او بعض الاحيان تكون هناك مقارنه بين المستشارين الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس، بل ابعد من ذلك هناك بعض المفاضله، بعض الاحيان هذه المفاضله لا تخرج الى العلن، لانه نلاحظ الان مثلا وهذه المساله ربما اعتقد انه شح المعلومات هو الذي او غياب المعلومات تجعل مثلا عندما اقرا انا كباحث واشار الى هذه اقرا نصفا من السياسه يعني ما احس به تجاه وطالب هو نوع من التقدير والاحترام، لانه ربما بذل مجهودا ونقل نوع من الاحداث وجراه. هنا نلاحظ ان هذا الجيل ربما لديهم ادوار قد يلعبون، ربما من الممكن ان يكونوا يلعبون ادوار يعني لديهم رؤيه، ولكن لا نعلم ما هي الادوار التي فعلا، ما هي الامور الايجابيه، ما هي الامور التي ربما كانت مؤثره في تاريخ المغرب المعاصر، خاصه الاحداث التي عاشها المغرب. قد تكون هناك افكار او لكن في نهايه المطاف هم مساعدي الملك، بمعنى استمرار المؤسسه الملكيه، استقرار الدوله، هذه الطريقه التي خرج منها المغرب، الطريقه التي خرج بها المغرب من الموجه التي عاشتها المنطقه العربيه، هل يمكن ان نحسب الامر الى دهاء المحيط الملكي، ام ان هناك كما اشار مستشارين خارج المغرب، ام ان هناك دور لعبته الاحزاب داخل المغرب، اذا هناك يعني فاعلين متعددين، وبالتالي يصعب في ظل شح المعطيات، في ظل شح يعني ليس هناك خلالات اعلاميه، مستشار حسب الثاني بالعكس، لا تنفع المقارنه، كان رضا كبيره
كان يخرج الى الاعلام، كان ربما هنا نروح مستشاري بالك. هناك في طيله هذه المده تقريبا كنتكلموا على 23 سنه بحكم محمد السادس، كم هي عدد خرجات كنت يعني في اطار التوثيق، كم هي عدد خرجات المستشارين؟ كنلاحظوا انه كانت خرجات محسوبه، مثلا انا ارى عندما ارى انه في السنوات الماضيه كانت خرجه للفاسي فهري مكلف بشؤون الدبلوماسيه في القناه الاولى في لانتقاد ما قاله شباب في علاقه مع قمع موريتانيا. اذا لاحظت ان الخرجات الاعلاميه محدوده مدروسه، ربما طبيعه العلاقه مع الملك، ربما بحكم القرب مع الملك، بحكم القرب مع المؤسسه الملكيه، الخرجات يعني قليله جدا ومحدوده، ولكن هذه ضعف هذه الخرجات محدوديتها لا يساعد الباحثين على تحليل خطاب المستشارين، على فهم التوجهات كيف يؤثرون. مثلا في امريكا نعلم جميعا انه مثلا كنا نعلم جميعا عندما عين مستشار الامن القومي جون بوطون، كان كل يعرف التوجهات خاصه في الصحراء مثلا، كان قريب من اللوبيات قريبه من الجزائر. اذا وبعد ذلك يعني مباشره بعد ما قام ترامب بطرده عبر تويتر شهرين خرج كتاب حول البيت الابيض، وكان كتاب عطارة الجار حول كيف يشتغل ترامب كيف. اذا احنا هنا لا ننتظر ان يخرج مسؤول يفصح الاسرار، يمكنه ان يخرج كما مطالب بتحفظات، لكن هناك معطيات يمكن للباحثين للعامه ان يلتقطوا بعض الاشارات التي تساعد على فهم طريقه الشغل هؤلاء. هذا اشكال حقيقي. اذا هناك صمت، يعني هناك صمت، هذا الصمت يصعب مأموريه الباحثين في تناول هذا. وكان هناك يعني هنا افتح قوس، كانت زميله تدرس معي في العلوم السياسيه في الرباط، وكانت مطروحه الدكتوراه حول مستشار الملك. بعد شهرين 3 أشهر 5 أشهر جاءت التقيتها وقلت لها اين وصلت لي، غيرت الموضوع، انها لم تجد ماده تشتغل عليها. من الصعب كاطروحه دكتوراه يعني ما هي الماده التي يمكن الشغال عليها، يعني من الصعب حقيقه. مساله اخرى يعني تطرق الباحث عن استقطاب المستشارين، استعمل بعض المفاهيم هنا، اشار الاستشاقين الى مساله الولاء كشرط ثاني، ربما قد اختلف معه، ولكن هناك اجماع من طرف الباحثين انه ربما الولاء هو الشرط الاول في اعتقادي الشخصي، لانه ثقه في تدبير، الثقه بالنسبه للملك او الثقه بالنسبه للطقوس المخزنيه هي مساله اساسيه. دار المخزن اذا كنتكلموا على دار المخزن كنتكلموا على امتداد سلطاني، اذا الثقه مكون اساسي وشرط اساسي ربما قبل الامور الاخرى في اعتقادي الشخصي. هنا كطرح واحد المشكله مهمه اشار لها الاستاذ شقير، الباحث شقير، هي مساله مهام مستشاري الملك. بصح اليوم حقيقه يعني اليوم واخا نبقاو حتى نناقشوا ان نحدد مهام مستشاري الملك، ربما هناك ملفات يشتغلون عليها، لكن اين تبدا مهام وتنتهي، اين تبدا هذه المهام وتنتهي؟ بصح تحديد، لانه تكلم معطى، انا كنشكر السي شقير على انه اعطى مثلا بعض النماذج، مثلا هرم او كيف يشتغل صلاحيه بعض المستشارين، مثلا الشؤون الدبلوماسيه الفاسد في يعني مثلا السياسيه والامنيه فؤاد عليهما، الشؤون الاجتماعيه زليخه النصيري، هنا ما عرفناش شكون اللي جاب كان زليخه النصيري، بمعنى انه الشؤون الدينيه الجراري، هل لا يزال الجراري يشتغل كمستشار؟ بمعنى ان هناك بعض المستشارين يمكن ان نتحدث عن المستشار المبعد، المستشار الذي لديه دور متنوع، المستشار الفاعل المقرب. اذا داخل المستشارين هناك تراجم، الاشكاليه في المغرب حقيقيه، يعني هل ليس جميع المستشارين على نفس الدرجه على القرب من الملك؟ ربما الملك يبغي يخدم مع مستشار، كنتقد في المغرب كاين مصطلح كبير المستشار ما كاينش، ولكن في الصحافه ظاهر هناك من يصف فؤاد عليهم هو كبير المستشار المقرب، لكن ما هي يعني مصير او الدور الذي يقوم به؟ احنا انتقلنا في المغرب من نقاش حول مهام وصلاحيه المستشار الى ما هي مكانه هؤلاء المستشار. اذا مكانه المستشار هي تحدد دوره، بمعنى انه هل الملك يجتمع في امريكا مثلا، امريكا في الاخبار التي نطالعها، في التقارير، في واشنطن بوست، في الافلام الامريكيه كذلك التي تنقل ما يقع داخل بيت الابيض، هناك اجتماعات دوريه بين المستشارين، الرئيس دائما يدعو الى اجتماعات. في المغرب هل الملك يجتمع المستشار؟ هل يناقشوا؟ هل يطلب رايهم؟ هل كيف يتم تدبير الملفات؟ يعني هذا نقاش ربما، يعني هل يطلب الاستشاره
هل الاستشارة تكون عبر وسيط عبر كبير المستشارين أو المستشار المقرر؟ هل يكون هناك العقد عقد مشكل عقد مجلس في مجلس عالي ربما، ولكن ليس هناك مجلس عالي فكي، ولكن ليس هناك يعني مجلس ينعقد لا ما عارفينش شنو كيوقع مش يجتمع بهم ولا كيستدعيهم بفرض يعني طريقة الشغل المستشارين ما عندناش هنا كنتكلموا على العلبة السوداء العلبة السوداء يعني ما كنعرفوش شنو كيوقع الداخل تشكيلهم أشار الباحث إلى تشكيل دورهم في تشكيل الحكومة فعلا وكذلك بعض واحد الإشكالية مهمة التي تطرح بين الفئة الأخرى وكانت تطرح خاصة في عهد السابق حسن الثاني وفي عهد محمد السادس هي اصطدام بعض المستشارين ببعض الفاعلين الحزبيين كان هناك مثلا لاحظنا أنه لأول مرة ونقارن مش أول مرة معرفش ولكن أنا في نسبة جيلي أول مرة مع عمري لم أقرأ أن كان هناك بلاغ الدول الملكي يدافع ربما صدر بلاغا يدافع عن مستشار ملكي كان هناك انتقاد من طرف الكيران للمستشار الملكي الإمام وصدر بلاغا لاحظوا معايا الدلالة ديالها بلاغ قوي شديد اللهجة ضد حزب العدالة والتنمية ضد الكيران ولأنه تجرأ على أن كنرجعوا للذات الملكية تطاول إلى كيف ينظر داخل المؤسسة الملكية من يتطاول على المستشار لأنه من يتطاول على المستشار وكأنه تطاول إلى البلاغ صدور هذا البلاغ يؤكد هذه المسألة لأنه التطاول على المستشار وكأنه تطاول على الملك بمعنى هذا صدور هذا البلاغ الذي صدر يمكن أن نقرأه في هذه الإطار ختاما يعني مسألة أخيرة الباحث تطرق قام بصرف مجموعة من الأحداث المتعلقة بعمل المستشارين بعض المحطات لكن دائما نعود لكي نختم بالإطار غياب الإطار الأصولي أنا أتفق مع زميلي مصادر أنه عادي أن يكون لا يكون هناك إطار أصولي لأنه مساعدين ذلك لأنه في بعض الأحيان تواجد هؤلاء المستشارين داخل مجلس المزيد هو يطرح سؤال هناك نقاش أصولي لا يمكن هل مثلا نقدروا نتناولوا وجهتين نختم بهم نختم بهم حضور انا قد اتفهم ان يكون الملك باعتباره رئيس الدوله يحتاج الى مستشارين يحتاج الى من يساعده على اداره مجموعه من الملفات المهمه والحساسه يعني اداره شؤون الدوله اداره الملفات الاستراتيجيه الملفات الخارجيه يحتاج الى مستشارين متفق لكن حضور المستشارين لمجلس الوزراء يعني كنتكلموا على صفه مجلس الدستور يتحدث على الوزراء واللي يترأس الملك هو الذي يترأس المجلس الوزاري وهناك وزراء إذن مفترض أنهم يتداولون في أمور اقتصادية وتنموية وسياسية واستراتيجية حضور إذن هنا يطرح الإشكال البعض قد يرى أن حضور المستشارين يندرج في إطار أن لديه ملفات قد يحتاجها الملك في النقاش قد يعيط على ما كان شي حاجة مرتبطة بالشؤون الأمنية مثلا قالت يعني على فضيلة ما يقول لي رأيت ما سيكون تداول في عمال ولات قال يقول لي هذا ملف هذا بروفايل وزراء وزير فلان يرفضوه إذا هو اللي عنده جواب على هذا البروفايل ما غيتعين عامل ولكن الإشكال هنا يمكن تفهم المسألة لكن هل لديهم الصفة لحضور مجلس الوزراء هذا هو السؤال الأساسي يعني سؤال قانوني من الناحية السياسية قد أقبل حضور مستشارين كمساعدين الملك كحاملين ملفات هم الذين يشتغلون على الملفات لكن من الناحيه القانونيه الدستور يتحدث عن حضور الوزراء قد تكون هناك مداولات سريه ولكن هناك اشكال الذي اختم به هل مؤسسه المستشار ربما التي بالقرب من الملك ليست لديها المعطيات او يمكن ان نخفي عنها معطيات ليست موجوده لدى الحكومه مجلس الوزراء هنا اشكال تحصيل حاصل بمعنى انه راه منطقة صناعة القرار موجودة في لدى المؤسسة الملكية وبالتالي حضور المستشارين هو تحصيل حاصل يعني مركزية محورية المؤسسة الملكية لكن جانب قانوني هو الذي غير موجود من ناحية الدستورية حضور صفر حضور ربما تطرح إشكالا قانونيا من الناحية القانونية قد تطار في السنوات القادمة قد تطار في المستقبل من ناحية الدستورية الحضور هذا الحضور الجسدي للمستشارين داخل المؤسسة داخل المجلس الوزاري أعتذر عن أن كنت قد أطلقت أستاذي العزيز القراقي في الأخير أوجه التحية إلى الأستاذ شقيق على هذا المجهود كبير جدا اقتحم مجالا ربما مجال لا يقتحمه الباحثين
أشكركم على الإصغاء والسلام عليكم.